ماذا تفعلين يا سارة؟ تفضل يا عمار، كل كل. لا لا أكل ونحن في شهر رمضان، إنه شهر صيامي يا سارة. نعم أعرف، ولكن لن يرانا أحد. هيا كل كل وتظهر بالصيام. لا لا توقف، توقف يا صديقي، إنه شهر رمضان، شهر الصيام وشهر المغفرة. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم صيامكما، فلقد سمعت خطيب الجمعة يقول: أوصيكم نفسي بتقوى الله، فهي عصارة الخير كله، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله حاجزا بفعل الأوامر وترك النواهي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شكرا لكم يا أصدقائي، الحمد لله الذي بعثكم لنا في الوقت المناسب، لقد أوشكنا أن نقع في الخطأ ونعصي الله تعالى.